طابت أوقاتكم مشاهدين عبر قناة الإيمان، مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين حرة. بأي الصفات نصفها لنن صفها؟ أي السمات هي الأقرب لرسم روحية ملامحها؟ ترى ما المزايا التي تحلت بها حتى صارت كما صنفت أيقونة؟ سو تساؤلات ستراودك فيما تحمل قلمك وتباشر الكتابة عن خصوصية الشخصية الفلسطينية في تكوينها وتميزها. شخصية جبلت ومثكانت في رحم الأمهات لا على حب وطنها، بل على أن الوطن هو الحب الأسمى. تربت على التمسك بترابه مهما شتتتها ظروف الحرب وندوبها. شخصية صابرة، صامدة، مضحية، مؤمنة، مكافحة، تواقة للعلم، ثابتة، متحدة، متحدية، صلبة، عنيدة، متمسكة بالحياة، الحياة الكريمة، تعاند الاحتلال والترحال وقضبان السجون، تحلم وتقاوم، تحلم بتحرير أرضها، ولعل الحلم ليس ببعيد، فهي تقاوم، تقاوم بالحجارة وبالمدفعية، وتقاوم بالقلم والصوت والريشة واللغة، تقاوم بالعيش فوق الركام متسلحة بالأحلام، أحلام اليقين، التحرير. هي شخصية من شعب مغوار، أوليس هم شعب الجبارين؟ الشخصية الفلسطينية خصوصية تكوين وتميز ملامح، عنوان هذه الحلقة من برنامج فلسطين حرة، وكل الكلام عن فلسطين دائما وأبدا. وضيفنا في هذا اللقاء الباحث والصحفي الأستاذ أيهم السهلي. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيك، شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا على تلبية الدعوة. أستاذ أيهم، سننطلق من يمكن الحديث اللي صار مع التحضير للحلقة مع حضرتك، أنه الموضوع رح يكون عن الشخصية الفلسطينية، فأنت بدرت وعلقت بصيغة سؤال، وهل الشخصية الفلسطينية أساساً مختلفة أو متميزة أو بعيدة عن محيطها؟ إذا منرجع نفصل شوي يمكن توضيح لهذا السؤال أو للأنت حضرتك الجواب اللي أعطيتنا إياه، هل من تميز الشخصية الفلسطينية وخصوصية لإلها لسيما بعد كل هالظروف اللي تعرضت لإلها؟ يعني قبل الإجابة بحاجة أولا لعودة بسيطة بالتاريخ. نعم. قليلا أن هذه المنطقة واحدة بالحقيقة. يعني لأوائل القرن العشرين والسكان فلسطين شعبها وأهلها كانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم في سوريا الجنوبية، ليس بمعنى المفاهيم حزبية موجودة الآن عن سوريا الكبرى، لا منطقة بلاد الشام. هذا كان موجود. يعني نعود إلى تفاصيل مؤتمرات كان حصلت من مطلع القرن العشرين من ألف و يعني من نهاية العهد العثماني لتقريبا ثلاثينيات القرن الماضي، مثلا المؤتمر الإسلامي الأول 1931، لا كان في نظر أنه هذه سوريا الجنوبية طبعا. ففلسطين بالمعنى السياسي الحالي، يعني بمعنى الخارطة، خارطة فلسطين الانتدابية، اللي هي أنا بقول الانتدابية لأنه هي نتيجة بعد تم تقسيم المنطقة، يعني سايكس بيكو وسان ريمو. صحيح. فكانت فلسطين حاضرة دائما عبر التاريخ كاسم موجود، بس تحت مسمى جنوب سوريا، وكذلك حال لبنان، كذلك حال مناطق مختلفة بها منطقتنا. لكن اللي حصل في فلسطين في التاريخ أنه انتهى الزمن العثماني وجاء الانتداب الإنجليزي، جاء الانتداب الإنجليزي والفرنسي، الإنجليزي على المنطقة وفلسطين تحديدا. كانوا البريطانيين، أنهوا البريطانيين انتدابهم، أعلن احتلال الصهيوني قيام دولة إسرائيل، ما ارتاحت هالمنطقة أبدا. فهذا بالحقيقة أدى لأنه فيك تنظر إلى فلسطين من دول المنطقة بتمايزها أنه هي منطقة لم تستقل، لم تتحرر حتى اللحظة.
وهي وشعبها في نضال مستمر. مظبوط. ففلسطين بهذا المعنى هي تعاني من استعمار طويل. يعني كثير من الأدبيات التي تكتب الآن تتطرق لأنه استعمار بريطاني، تتطرق أنه بعده احتلال الصهيوني أو احتلال الإسرائيلي، بس بيغيب نقطة أنه هي بلد لم يستقل حتى اللحظة من مئات السنين. 100% صحيح. يعني حتى لو نذهب أنه أكثر باستعمار طويل يعني نضال طويل، فمثلا احنا ببعض الأدبيات الجاهزة والسريعة للكلام بيقول انه والله النضال الحرب اللي صارت ب 48، بالحقيقة لا، بنرجع في مقدمات طويلة قبل 48، يعني عندنا 1919 انتفاضة، 1929 في عندنا ثورة 36، بعدين 48 صار في حرب بالحقيقة كبيرة وما بلشت ب 48. يعني صح انه خطة دالت انعملت، خطة دالت الصهيونية طبعا انعملت بالربع الاول من سنة 48، بس هو عمليات التهجير كانت من قبل مستمرة. ومثلا قريتي اول مجزرة صارت فيها كانت بليلة 31/12/47، ورح نتعرف عليها إن شاء الله للقريبة خلال الحلقة. يعني صفة شعب الجبارين اللي أطلق كمان على الشعب الفلسطيني، فينا نقول إنه هو نتيجة تراكم تجارب قاسية اضطر فيها الفلسطيني يدافع عن أرضه، أو إنه اضطر يقاتل ويحارب أو حتى يظهر من فلسطين أو غيره، هو اللي أعطاها التميز بالشخصية. وهل التربية كمان اللي هي ملازمة لها المحطات الزمنية اللي مرق فيها تربى الطفل كمان الفلسطيني على إنه يطلع بهذه الشخصية اللي فيها بنقول له جبار وقادر اليوم الصمود وقادر نشوف يمكن العزيمة القوية عنده؟ التجربة قد ايه صقلت هذه الشخصية أستاذ أيهم؟ يعني أنا بتصور إنه التجربة اللي كنت بحكي عنها هي ساهمت كتير بصقل الشخصية الفلسطينية. بس هون قبل ما أجاوب بشكل موسع، مهم أقول إنه لا يجب أن يحمل الفلسطيني أكثر مما يتحمله إنسان عادي. بمعنى إنه الفلسطيني هو إنسان عادي أولا، لأن الفلسطيني بيتعب، بيتألم، بيتعب انه في جزء من هذا الشعب هو لاجئ بلا جنسيه لليوم، من بين شعوب المنطقه، من بين شعوب العالم، هو بلا جنسيه، فهو تقريبا ما بيقدر يسافر اي مكان، واذا سافر هو دائما عرضه للمساءله بالمطارات وغيره، بما فيهم حتى فلسطينيه الداخل اللي بيحملوا جنسيه الدوله الفلسطينيه ما بين غزه والضفه الغربيه، ما بين حتى شعبنا بال 48 أهلنا فلسطيني 48، اللي أنا برأيي هم أساس بقاء زخم القضية الفلسطينية. وهذا الشيء لازم نجي عليه بعد شوي، لأنه هو جزء من الإجابة، أنه هن لليوم بعد في حدا بالعالم العربي مستعد يعايرهم أنه أنتم بتحملوا الجنسية الإسرائيلية، من دون أي محاولة للفهم ليش بيحمل جنسية إسرائيلية. بدون هل أي مخيرين بالموضوع؟ مش بس فقط فكرة مش مخيرين، ليس هذا فقط، يعني فكرة أنه لولا بقائهم فعليا كانت انتهت فلسطين. هذه حقيقة. يعني حتى عندهم مساهمات سياسية كمان بنشوفهم بالكنيسة، مش فقط يعني مساهمات سياسية، يعني وجودهم أفضل من لا وجودهم يمكن هونيك لا، هو وجودهم هو الضرورة. يعني هدول اللي بقيوا في 48 هم السبب، يعني أو سبب رئيسي حقيقي وكبير أنه نحن قاعدين هلأ بنحكي عن فلسطين. ممتاز. وهذا للأسف في جهل أو تجهيل بالعالم العربي تجاههم، تجاهنا ب 48 بمعايرات أنا برأيي ما أنا سليمة وما أنا بريئة. طيب، يعني أنت بتعتبر الإنسان الفلسطيني بالنهاية هو بشر، يعني بده يعيش كل الظروف ويكون عنده ردات فعل مثل ما أي إنسان آخر، مش معناته أنه هو قاعد بالاحتلال أنه هو هالقد يعني فوق الطبيعة البشرية. ولكن يعني اللي عم بنشوفه، خلينا بس نعطيه حقه للشعب الفلسطيني، أنا جاي تميز بكل ما الكلمة من معنى. نحن كمان بي هون بلبنان جربنا
نحن بنقول اليوم المرأة الجنوبية والشخص الجنوبي والإنسان يعني والطفل الجنوبي، التجربة كمان صقلتنا وقدرنا، بس اليوم فلسطيني عم بيعاني ظروف لا يطيقها، لا يطيقها إنسان، وبالرغم من هيك عم نشوف إنه بعده بأرضه، بعده صامد، بعده مآمن بقضيته حتى لو ظهر من أرضه، اللي عم بيساند قضيته من الخارج. هذا دليل، ونحن اليوم عم نحكي 76 سنة على النكبة، فنحن استمرارية كتير مهمة بهالإطار. فإذا بنقول اليوم برأيك أستاذ أيهم، شو ثلاث صفات أساسية خلينا نعطيهم هولي هيك بونس للشعب الفلسطيني بيتميزوا فيهم؟ عفوا. صحة عليك. يعني في الشعب الفلسطيني بدون شك يعني نعطي بونس أكيد هو شعب لما بيعاني من استعمار طويل، فهو عامل كمان نضال طويل ونضال مستمر لأنه النكبة مستمرة. فهذا أدى فعليا لحالة صمود مش عادية. ايه طبعا مش عادية طبعا. يعني اهلنا في قطاع غزة اللي صامدين 8 شهور اكيد هدول ناس مش عاديين. صح حضر يعني بالتاريخ عرفنا حصارات كبرى لمدن مثل حصار ستالينغراد وغيرها، هذا شيء قرأناه بالتاريخ بالآخر، قرأناه بكتب، شاهدنا بعض معالمه بفيديوهات هنا وهناك، اليوم عم نحضره لايف. تمام. فهذا الشعب بسبب هذا النضال المستمر وهذا الصمود كمان قدر يعمل حالة أنا برأيي من التنوع السياسي، وقدر دايما يخلق أفكار جديدة على مستوى أشكال النضال يعني. وهذا بيرجعني رح لفكرة مثلا المقاطعة. من دون يعني مبالغة أنه فكرة المقاطعة بلشت من الشعب الفلسطيني إذا بدك من ثورة 36 انطرحت أول مرة، بال 49 أيضا انطرحت، وصولا أنه مشروع المقاطعة اللي انطلق رسميا بالانتفاضة الثانية هو اليوم أصبح مشروع عالمي. في مناضلين ضمن البي دي اس بكل أنحاء العالم، في هون بدي أذكر بعض الأسماء، في محمود درويش شاعر الفلسطيني المعروف، اللي هو اليوم ما فينا أقول هو شاعر فلسطيني وأكتفي بذلك، فهو شاعر اليوم أصبح على مستوى العالم مترجم لأغلب لغات العالم ومساهم رئيسي فعليا بنقل القضية الفلسطينية والصراع، الرأي العام العالمي يعني. وهون بدي أشير لنقطة كتير مهمة، أنه بمختلف القطاعات الشعب الفلسطيني قدر أنتج أسماء كبيرة. يعني ذكرت محمود درويش شعرا، لكن فورا لازم أذكر سميح القاسم، اسم أيضا على مستوى العالم العربي وبعض قصائده درست بمناهج التربوية. صحيح. راشد الحسين من أهم الشعراء الفلسطينيين، توفيق زياد يعني القصيدة الشهيرة اللي غناها أحمد قعبور وناديكم وغيرها، طه محمد علي اسم شعري كبير. اليوم في أسماء شعرية كبيرة يعني، بمعنى هذا الشعب بعده عم ينتج، في تميم البرغوثي. تميم البرغوثي رح أقول لك مثلا بدع بالشعر. والده اللي لا يقل أهمية عنه مريد البرغوثي. وهاي القضية مثلا أنتجت على جوانبها مبدعين أصبحنا لا نميز أصلا أن هم فلسطينيين ولا هم من وين، وهذا حقيقي يعني. مثلا والدة تميم اللي هي رضوى عاشور الروائية المصرية المعروفة، يعني بات بعض الناس انه ما بيميزوا انه هي فلسطينية ولا مش، بس قد ما بتعطي يمكن بتكتب كأنها هي بنفس فلسطينة. يعني كتبت العديد مثل الطنطورية، الياس خوري مثلا اللي هو الروائي اللبناني المعروف يعني. لليوم في ناس بتقول لك لا هذا فلسطيني. هو الرجل ابدا، هو
هو لبناني أبا عن جد يعني، وهذا بنشوفه برواية هل الجبل هذا الصغير. من شديد التأثر بالقضية الفلسطينية قدر اللبناني والمصري وغيره ينقل الصورة كأنه عايشها؟ وهل نتاجات الأدبية أو الشعرية أستاذ أيهم كمان ساهمت بمسار تأسيس لشخصية فلسطينية أو حددت ملامح أو أعطت يمكن فكرة حتى للفلسطيني نفسه يعني، وكان هي يمكن مدى كمان لاستمرارية إنتاج هذه الشخصية؟ أنا برأيي الملعب الأدبي قد إيه كان مهم بهذا الموضوع؟ أنا برأيي الملعب الأدبي وغيره، لأن في قضايا كتير كمان رح نلاقي عرب موجودين ومنخرطين، هدول فعليا أدركوا أن القضية الفلسطينية هي ليست قضية الشعب الفلسطيني فقط، بلا هي قضية المنطقة، قضية العالم، الإنسان حتى كمان بالضبط. ونحن منأخذها من جانب واحد، أنه قضية الحق، أنه هي قضية حق فهي قضية عالم. أنا برأيي في جانب آخر مهم ننتبه له، اللي هو أنه عدونا مشهور، عدونا عالمي، نحن منا مشهورين. يعني برأيك بالعالم كله قديش إن حدا سامع بالشعب اللبناني ولا الشعب الأردني ولا الشعب السوري؟ حسب الظروف بس، هلا سمعوا بفلسطين. فلسطين أنت قدام احتلال داخل بكل تفاصيل العالم وأنتجه العالم. وشفنا بعد 7 أكتوبر الهبة العسكرية الاستعمارية مباشرة اجوا لحتى يساعدوه. ببساطة هذا حدث انه جاي بوارج من انحاء العالم على شواطئ على بحر المتوسط لتحمي اسرائيل. فاللي ما بيعرف اسرائيل بده يسأل ليش، مين اسرائيل، بده يرجع يقرأ يفهم يشوف شو القصة. فلهيك صرنا عم نشوف مظاهرات كبرى بالعالم، يعني هذا واحد من الاسباب. احنا قدام احتلال مشهور بالعالم، بس عندنا نحن مقاومة مشهورة يعني بالمقابل بدلالة هذا المشهور. يعني أنا ما عم بقلل من أنفسنا، بس عم بحاول أركب الصورة بشكل مختلف. لو ما في احتلال ما كنا عملنا شيء، بس بالضبط. الاحتلال هو اللي كان محفز أول أنه الشعب الفلسطيني يتصدى وبقوة. ولما نحكي عدو بهالقامة إذا صح التعبير وبهالقدرات وهالشعب الصغير قدر أنه يقاومها، فهون الغلبة بتكون يمكن لهالشعب اللي صمت 100%. فلهيك مثلا بسبب هاي الحالة اللي نحن عم بحاول أوصفها، أصبحت مثلا غزة باعتبارها موقع الحدث والضفة الغربية بشكل دقيق، وعلينا الانتباه لما يحصل في الضفة الغربية. أصبحت حدود فلسطين فعليا ليست الحدود التي نراها على الخريطة، أصبحت حدود فلسطين هي العالم. يعني غزة اليوم ومقاومتها وشعبها اللي بتأثر وممكن بالانتخابات الأمريكية بعد شوي، فهي حدودها أكيد واشنطن، وأكيد حدودها باريس ولندن. والعالم بنتبه، ودليل عم نشوف ملايين بالشوارع. استاذ أيهم، بمقالي لحضرتك حول المفكر والكاتب القدير منير شفيق، بدنا ناخذ هيك مقتطع بتقول: هو الفلسطين التي لم تخرج من فلسطين، لكنها اخذت قسطا من الوقت لتروي الحكايه بالشهداء وبالسياسه وبسعه الافق التي لا ترفض الا الذي يرفض او يلعب او يخون فلسطين. ماذا قصدت بعباره فلسطين التي لم تخرج من فلسطين؟ وهون اذا بدنا ننتقل نحكي على الفلسطيني الشتات كمان، قد لازالوا عم بيساهموا بتاسيس الشخصيه الفلسطينيه او بقائها بمقوماتها اللي هي كمان بنرجع نقول التجربة استقالتها وخلتها تكون بهالنفس وبهالشكل. فلسطين التي لم تخرج من فلسطين. يعني أنا هون كاتب عن هذا الرجل العظيم أستاذ منير شفيق. أستاذ منير شفيق يعني إيه، هذا الرجل لم يخرج من فلسطين بدون شك. يعني هو في هذا العمر، والله يطول بعمره ويعطيه الصحة، ما زال يعني يتحدث عن فلسطين كأنه بعده في القطمون، ومتأكد بأنه سيعود. يعني فهذا رجل لم يخرج من فلسطين، يحمل فلسطين أينما حل، ولم يشغله شيء في العالم سوى فلسطين. قدفي مثل اليوم على المساحة الجغرافية خارج فلسطين، يعني في كتير لازال لديه اليقين أنه راجع وبعده عم يكتب. في كتير بفكر أنا برأيي في كتير بين الشعب الفلسطيني وبين يعني بطيب إلي أستخدم تعبير يعني ما يؤخذ على محمل الدقة، بين الأمة الفلسطينية اللي هو كل حدا ينتمي لهذه القضية أو يؤمن فيها أو يؤمن بحقها، فهو ينتمي لهاي الحالة الفلسطينية. فهم كثار 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 كثار، لدرجة أنه اليوم
يعني اليوم فينا، أنا شخصيا بفكر أنه ما عم نشوف بالبلاد العربية مظاهرات وحراك قوي، بس أنا في عندي إيمان أنه الشعوب العربية تبكي دم بداخلها على اللي بيحصل، ولكن علينا أنه نسأل أصلا ليه ما عم تطلع. هون بنروح لمحل تاني، ففي شعوب لا هي منتمية لهذه القضية الفلسطينية. ومثل الأستاذ منير. طيب نتابع معك أستاذ أيهم، واسمح لنا ننتقل لكمان ضيوفنا اللي رح يشاركونا عبر الهاتف بفقرات متنوعة. بينضم لنا ضمن فقرة شاهد الطوفان مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة المهندس عاصم النبيه، وطبعا رح يشاركنا بمشاهداته أيضا عن الحرب، وتحديدا نتحدث معه أستاذ عاصم عن الشهيد الشاعر والمترجم والأكاديمي الدكتور رفعت العرعير. صباح الخير أستاذ عاصم، أهلا وسهلا فيك معنا. صباح النور، يا هلا، الله يسعدكم يا رب. طبعا نتوجه بالتحية لكل أهلنا الصامدين بغزة واللي لازالوا إلى اليوم يرسمون معالم طريق التحرير إن شاء الله، ونشد على أيديهم ونسأل الله أنه يفرج عنهم قريبا، بالفرج القريب إن شاء الله. بداية أستاذ عاصم، ودائما مع تواصلنا مع حدا من داخل غزة وعم بتعيشوا أشياء كثيرة، مشاهدات صعبة وأليمة، ولكن شو المشهد الأكثر شيء لليوم توقفت عنده ويعني أثر بشكل كبير؟ يعني بالأمانة كل يوم بنشوف مواقف ومشاهد ترسمها الأهالي والمواطنين. نعم. في قطاع غزة بشكل عام وفي مدينة غزة بشكل خاص. يعني للأمانة القصص يعني لا يمكن أنه تذكر وأن يكون في يعني قدر كافي من التغطية لها، لكن بالأمس مثلا كان في مهندسة موجودة عندنا في بلدية غزة، وكانت تطمح طول الفترات الفاتتة إكمال تعليمها في خارج. نعم. في الخارج زي كل الطلاب حول العالم، فكنت أسألها بقولها إن شاء الله بعد الحرب إذا خلصت الحرب تطلعي، يقول لي مستحيل أطلع بعد اللي شفناه وبعد اللي عشناه. صارت المعركة الآن معركة صمود، معركة ثبات، معركة مين اللي لازم يضل في هاي الأرض لفترة أطول وإنه يثبت فيها، لأنه مستحيل صاحب الأرض اللي يتنازل يخرج منها بمقابل اللي يسلمها لمجرد عابرين يعني محتلين ليس لهم في هذه الأرض ولا شبر واحد منها. قبل ما يستشهد بيوم جمعك لقاء بالشهيد رفعت العرعير واللي هو كان أستاذك وصديقك بذات الوقت ورثيته حضرتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت أنه له عشرات المحبين والمعجبين، بداية أي شخصية كان يمتلكها هذا الشهيد وماذا خسرت فلسطين برحيله؟ رفعت أنا بعرفه من كنت طفل عمري 10 سنوات. نعم. كان أكثر مني بعشر سنين وتدربت عنده في أكثر من مخيم صيفي وفي أكثر من برنامج تدريبي وأنا طفل. بعدين في الجامعة درسني في سنة أولى في كلية الهندسة، كان هو من كلية الآداب، وبعدين اشتغلنا مع بعض. كنت أنا من منظمين تيدكس شجاعية في غزة، وهو كان أحد المتحدثين. أنا رشحت على هذا البرنامج وكانت بيننا صداقات يعني ممتدة، وهو اللي ساعدني للأمانة في إكمال دراساتي العليا في محطة الدكتوراه. كان هو اللي دلني على الطريق، وأنا رحت على ماليزيا اللي هو المكان اللي درست فيه برضو الدكتوراه. خسارتنا في رفعت مش مجرد خسارة شخص، كل شهداء أنا كرام، لكن رفعت فلسطين خسرته. رفعت ما كان مجرد ناقل الأخبار أو مجرد كاتب عادي، رفعت كان بضحض الرواية الإسرائيلية وبضحض الرواية الصهيونية. رفعت كان من الذكاء والانتباه والدهاء بأنه يكشف الرواية الصهيونية حتى قبل أن تنتشر. كان لديه القدرة على تسميد الرواية وبحثها بالمنطق وبالعلم وبالحجة. نعم. ليس فقط بمجرد الترهات أو مجرد الأكاذيب. نعم. وكان دائما متردد أن لدينا من الوقائع
والحقائق ما يكفينا عن المبالغة والكذب. نعم. وأن الاحتلال يقوم بجرائم أكبر بكثير مما يمكن احتماله. مثلا نحن لا نحتاج إلى المبالغة أو إلى يعني تطوير الروايات، إنما نكتفي بالحقائق 100%. والحقائق أبلغ دليل وأبلغ صوت وأبلغ رسالة. نعم. عندما نعيت الشهيد العرعير وأيضا نعيت الشهيد عدنان البرش، قلت هيك مقولة كتير معبرة: إن حبنا لهذه النماذج كامن من رغبتنا أن نكون شيئا يشبههم أو بعضا منهم، رغبتنا بأن نضبط أنفسنا مثلهم في هذه الملهات التي تسمى حياة. اليوم الشباب الفلسطيني شو عم يستلهم من هذه الشخصيات وشو عم ياخد دروس منها، وقد ايه عم بعيش مثل ما قلت ولو جزء مما عاشته هذه الشخصية وقدمته في الحياة؟ يعني رفعت، دكتور رفعت، الدكتور عدنان وغيرهم من النماذج كانوا يعني كانوا في البداية كانوا مصدر صدمة لنا. في الشاب عاش معاهم وعرفهم، اكتشفنا لاحقا ان هذول الناس ما كانوا طبيعيين. يعني هم كانوا عايشين معانا وبيننا، لكن قدراتهم وإمكانياتهم ومهاراتهم كانت تسمح لهم أن يكونوا عايشين في أحسن مكان بالعالم. نعم. ويتلقوا أفضل رواتب بالعالم ويعيشوا برفاهية عالية جدا، لكن هم اختاروا العكس. يعني فهموا مثل الحين فهموا أنه هاي القضية تستحق التضحية بكل شيء حتى بحياتنا الشخصية. وبالتالي صار الشباب هنا مدركين لطبيعة الصراع بشكل أعمق، وصاروا مدركين لأنه هذا الصراع مش مجرد خلاص فردي، انه انا بدي احسن من وضعي الاجتماعي ومن وضعي الاقتصادي وانجو بنفسي. لا، صار شايفين انه هذا لازم يكون خلاص جماعي، مستحيل يكون خلاص فردي. وهي النماذج هي اللي ضربت المثال الحقيقي والواقع، انه هذول الناس دفعوا حياتكم ثمنا عشان احنا نتعلم هذه النتيجه ونوصل لهي النتيجه بعد 75 سنه من الحرب و100 سنه من الاستعمار. طيب، بمقولة كمان للشهيد العرعير بيقول: سرد القصص كان طريقي في المقاومة، لم يكن بيدي شيء سواه، وعندما قررت أنني إن عشت فسوف أكرس أغلب حياتي لرواية قصص فلسطين ولتمكين السرديات الفلسطينية ولرعاية الأصوات الشابة، كان الشهيد يتميز بإتقانه اللغة الإنجليزية وبكتابته باللغة الإنجليزية. ونحن اليوم وسط حرب السرديات والروايات وغيرها، قد كان مؤثر كمان بهذه النقطة أستاذ عاصم؟ دكتور رفعت أنا يعني كنت معه في قبل ساعة من استهدافه. يومها كان كتير هو مرهق، كان تعبان، وكان بحكي لي إنه هو نقل كتير مية وتعب، وكان أهله تفرقوا في أكثر من مكان، فمشينا في شوارع غزة المدمرة، وإحنا رجعنا ميلنا على ملعب اليرموك، فكان وقعدنا فيه شوية صغيرة، فهو بحدثني بحكي لي إنه ضربنا أحيانا بعد الحرب بدي أترك كل شيء وركز في قصص الناس، بدي أسرد قصص الناس، وبدي أحول قصص الناس لأفلام ولا منتجات إعلامية. وحكى لي مجموعة من الأفكار، يعني أنا يعني كنت بتمنى ضايل بحفظ بعضها وللأسف راح بعضها، وبنحاول نحن نحصل على اللابتوب اللي مقصف معه والموبايل عشان نقدر نستخرج هاي الأفكار. لكن الرجل كان متشرب قصص الناس، هو يعيش قصص الناس. نعم. مش مجرد دكتور جامعي بيعيش في طبقه اجتماعيه منحازه، لا، هو كان بيعيش هموم الناس وبيحس في هموم الناس، وكان بيحلم انه يشتغل مع الشباب ويقدر يؤرخ ويذكر ويوثق هاي القصص. لكن اللي صار انه هو تحول للقصه. نعم. وصار أو يمكن رواية أو يمكن أكثر من هيك. رفعت استشهاده حوله لأيقونة، فصار الكل بيحكي عن قصص غزة لأنه رفعت هو القصة. نعم. يعني حتى أنا قبل فترة قاعدين بنعمل مبادرة لتوثيق القصص والجرائم، فسميناها مبادرة رفعت. إحنا مجموعة من طلاب وأصدقاء وناس، ولقينا إنه إحنا أفضل إشي نسميها مبادرة رفعت. صار هو
هو نموذجنا النموذج اللي بيسرد كتكريم له، ويمكن بقاء ذكر اسمه كمان حاضر، واي حدا بده يسمع انه بده يسال عنه، وهذه بيكون فرصه لتعرفوا عليه اكثر واكثر، فبيبقى ذكره حي ان شاء الله حتى وان ارتقى شهيدا. نعم. شكرا شكرا مدير العلاقات العامه والاعلام في بلديه غزه المهندس عاصم النبيه، الله يقويكم، وان شاء الله بيكون الفرج قريبا والنصر قريبا ان شاء الله. شكرا لحضرتك، بامان الله. نرجع ضيفنا بالاستوديو استاذ ايهم السهلي، ما بعرف اذا هيك حابب تعقب شوي على عم نسمعه من استهداف هؤلاء الناس اللي بعدهم صامدين بغزه اليوم، و اليوم قد ايه بعد عم يبرز الشعب الفلسطيني شخصيه محبه للعلم، مصره على العلم. شفنا بالرغم من يمكن الحرب اللي قايمه بغزه، الناس عم تتابع عم تناقش الرسائل الجامعيه داخل الخيمه وعم تاخذ المراتب العلميه، قد ايه هيدا كمان بنحطه به سلسله التمايز للشخصيه الفلسطينيه؟ من دون شك انه بينحط بهذا الاطار، وانا برايي ما لازم نستسلم للفكره اللي بدي اقولها. بسبب اعتياد الحروب صار في قدرة على التعايش معها، وهذا اللي ما بيألفه الاحتلال وما بيقدر يفهمه. فلهيك هاي القدرة على التعايش هي اللي بتساعدنا وبتمكننا من الصمود. طبعا من أنا اللي أقول هذا الكلام؟ أنا بالآخر قاعد الآن في استوديو مكيف، بينما أخونا صحيح. عاصم هو قاعد تحت النار وحكى جملة هائلة، يعني أنا بسمعها كثير من أصدقاء في غزة، أنه كان قبل بساعة من استشهاد دكتور رفعت العرعير، فكان يمكن لو ضل معه هالساعة كان ممكن عاصم مش معنا هلأ. للأسف الواقع في غزة الآن هو كارثي لهاي الدرجة. وأنا بفكر أنه إحنا بعدنا ما أنا مقدرين حجم اللي عم يحصل. يمكن بعد ما تحط الحرب أوزارها رح يكتشف أشياء كثيرة طبعاً. أكثر من اللي عم يوصلنا طبعاً. اليوم أشياء. يعني نحن لو نفكر ننتبه لكثير تفاصيل ومعلومات، رفعت العرعير هو واحد من بين 104 شهداء، كوادر علمية هائلة بتحصيلها. من بين 104 في بحدود 17 بروفيسور استشهدوا هولي كلهم. نعم عم نحكي 104 شهداء. في بناتهم هدول بحدود 57 حمل الدكتوراه من جامعات كبرى بالعالم. طيب شو اللي مقعدهم بغزة؟ هذا كمان سؤال يطرح، يعني ذكر ضيفنا كمان انه في ناس عندها فرص تظهر لبرا وتعيش حياتها، وخاصة لما كوادر علمية تفتح لها المجالات برا بالجامعات وغيرها. في شعبها. لماذا بقي هؤلاء بغزة مثلا او بفلسطين؟ عزيزتي يعني هون بدي ارجع احكي عن الحالة الفلسطينية كيف بسبب كيف تشكلها. نحن بعد النكبة فعليا أصبحنا شتات، مثل ما هو التعبير المستخدم، موجودين شعب خيام، بلشوا بمخيمات خيامات. الخيام تتطور لتصير زينكو وقطعة أرض صغيرة، وإذا بدك فكرة الشعب بالمعنى الدقيق كنا بدأنا نفقدها لحين ما بدأت يعني بدايات تكون حالة مقاومة فلسطينية، بدأت يرجع الهوية الوطنية الفلسطينية تتبلور الشعبية. الأفق العربي اللي انفتح وتشكيل منظمة تحرير مهم تفاصيل أدت. بهاي الأثناء كان في بشعبنا مين عم ينتبه شو لازم نعمل. فمثلا اجوا ثلاثة مفكرين، اثنين فلسطينيين واحد عربي، اللي هن دكتور وليد الخالدي، دكتور برهان الدجاني، دكتور قسطنطين زريق المفكر السوري والمؤرخ السوري المعروف، اجوا ب 63 افتتحوا مؤسسة الدراسات الفلسطينية. حلو. اللي هي عايشة لليوم، اللي هي اليوم المرجع الأول العلمي المتعلق بفلسطين. أنشئت منظمة التحرير ككيان سياسي. فورا كان في قرار بإنشائها لإنشاء مركز الأبحاث الفلسطيني اللي هو اليوم مرجع رئيسي،
هو ومجلته شؤون فلسطينية لكل ما يتعلق بالقضايا الفلسطينية. نعم. إذا بتشوفي اليوم عنا مثلا موسوعة بلادنا فلسطين اللي هي موسوعة توثق، يعني أنا ما ببالغ إذا بقول أحيانا أنه هاي الموسوعة توثق حبة التراب اللي موجودة بالقرية الفلانية. ممتاز. بعد شوي طلع عنا دكتور سلمان أبو ستة، راح أعاد رسم خرائط فلسطين بالكامل وأعاد رسم خريطة الاحتلال فوق فلسطين كيف أصبحت. قدام هم هذا العمل كله. هاد ببساطة بسبب وجود شعب ينتمي إلى أرضه ولقضيته. فليش رفعت العرير ما طلعش من البلد؟ ليش فلان ما طلعش من رام الله؟ ليش فلان بعده بالضفة؟ ليش فلان باللجوء بيروح بيدرس بيتعلم بكذا بيجرب ينزل يعيش في يعلم ببيرزيت مثلا؟ يعني ما 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 في حدا بصراحة قدر يفهم. يعمل قطيعة بين الشعب الفلسطيني وأرضه. وأرضه أو قضيته بشكل عام. طب منتابع معك كمان إلى فقرة تالية، فقرة أحرارها. رح هيك نتابع تقرير ولو مختصر عن أحد المبدعين الفلسطينيين الراحلين وهو الكاتب زكريا محمد. ناخذ هالفكرة عن هالكاتب المهم وتقرير بصوت الزميل سعيد فضل الله. الأعوام القليلة المقبلة ستشهد تحرير فلسطين إذا اتسع نموذج الكفاح في هذا المخيم المقاوم على امتداد الوطن. وأتمنى العيش زمنا أطول لأشهد تحرر الضفة الغربية في الحد الأدنى وانتصار المقاومة في مخيماتها وريفها ومدنها. تمناها زكريا محمد ومضى. هو الكاتب والشاعر والصحفي والرسام والمتعدد المواهب. اسمه الحقيقي داود محمود شقير، ولد عام 1950 في قرية الزاوية بمحافظة سلفيت. أمضى سنين حياته 73 معطاء بمساهمات نوعية في الشعر والثقافة حتى صار شخصية يقتدى بها في التحفيز على الإبداع. درس الأدب العربي في جامعة بغداد وانتقل إلى بيروت. عمل بمؤسسات إعلامية وثقافية متعددة. عام 1994 عاد إلى وطنه وتولى منصب سكرتير تحرير مجلة الكرمل. أورث الأجيال جملة من المقالات المتفردة والمؤلفات الأدبية والبحثية، واشتهر بإيصال النص الشعري إلى آفاق غير مسبوقة. ومن أبرز بصماته العين العمياء، عصا الراعي، وأيضا نخلة طيء، كشف سر الفلسطينيين القدماء. عرف مناضلا منهمكا في الشأن العام وبتواجده في الشارع عند الاستحقاقات الوطنية والإنسانية، وكذلك بشخصيته النقدية الجريئة، ونال جوائز بينها جائزة مؤسسة محمود درويش. توفي عام 2023 حرا من أحرارها، وهو القائل: أما نحن فسوف نحاول ما أمكننا أن نتذكر أعينكم وأن ننصبها في قلوبنا مصابيح لا تنطفئ أبدا. سريعة عن الكاتب زكريا محمد، وحضرتك كتبت عنه، خليني ناخذ مقتطف من الاشياء اللي كتبت عنه. ايها المبدع الذي ارخت روحك وارخت حجاره الارض، لا نعرف الان ماذا فقدنا، سنعرف غدا حين تجري الاحداث، ولا نجدك، لا نجد كلمتك التي كانت كالسيف في الموقف وعليله كالنسيم في الادب. اجتماع التضاد يعني بهالشخصيه. بعد ان جرت كل هالاحداث، لو كان لازال بيننا، شو كان كتب برايك وشو كان موقفه وأنت العالم به يعني حسب توصيفك؟ لا أنا ماني عالم به، أنا قارئ متواضع لزكريا محمد. ما بعرف شو كان رح يكتب، بس كان رح يكون صوت عالي. يعني اليوم في شيء بصراحة يفوق الوصف على مستوى حاجتنا للاحتجاج. كان زكريا برأيي هو صوت عالي للاحتجاج. ما بعرف إذا كان بيقصد يحرض، بس كان صوت احتجاج تحريضي. وكان زكريا بنصه أو بوسته على الفيسبوك يعني مثل اللي
اللي مثل ما قلت كالسيف. ايه فبتشعري انت عم تقريه اذا مش عامل اللي عم بيقوله بتشعري انه هو نكزك نكز القاسية يعني انه هو ما عمل شيء تحفيز وتحريض. هو ما كان مجرد حدا بيقول، هو حدا بيقوله بفعل يعني. لما كان الشيخ خضر عدنان مضرب عن الطعام وعائلته مضرب في الشارع، هو نزل وأضرب معهم، وقف معهم ورجع وكتب لنا إشي أنه كانت العائلة وحدة ما كان معها حدا. فهو جريء كفاية أنه ما يجمل الصورة. وبرأيي هذه مدرسة مهمة علينا أنه نتعلمها بعد الحرب الحالية، وبظن كان رح يكتبها، أنه لا عاد نجمل شيء ولا نطفي صفات أسطورية على الحالات، نصف الأمور بواقعيتها لتشكل صدمة. وإحنا اليوم أنا برأيي بحاجة نشكل نعمل صدمة لأنفسنا إيجابية بس، لا وحتى سلبية. إيه طبعا لما لما إحنا كمنطقة عربية لا ننتصر كما يجب لما يحصل في فلسطين، نحن بحاجة لصدمة سلبية لنصحى. لأن علينا أنه نعترف اليوم أنه في تقصير شعبي هائل بلا تجاه ما يحصل بفلسطين. هذا ملفت يعني، هذا ملفت وبحاجة ينطرح كسؤال كبير ويتحاول إجابة عنه من كل الناس شو. ومن كل القوى إذا بدك، ومن كل الباحثين. كمان رح ننتقل لفقرة لنقرأ القضية. كان المفترض أنه هالفقرة اليوم تكون حول كتاب شيرين أبو عاقلة، قصص وأسرار، مع مؤلفه أستاذ العلوم السياسية والإعلام دكتور محمود الفطافتي، ولكن للأسف فوجئنا وأثناء التحضير للحلقة أنه ضيفنا الدكتور محمود جرى اعتقاله من قبل قوات الاحتلال يوم الأربعاء بتاريخ 29 أيار. وطبعا دكتور محمود شخصية غزيرة التدوين، وله نتاجات أدبية وإعلامية وفكرية دايما مناصرة لقضية وطنهم. اليوم رح نحول الفكرة لحتى نكون صوته وصوت كل ألم حر، رح نتحدث عنه وعن اعتقال كاتب القضية أو كتاب القضية بشكل عام، مع الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني اللي أصبح معنا مباشرة على الهواء. أهلا وسهلا فيك أستاذ مراد. أهلا بكم، طابت مواقيتكم بكل خير وعافية إن شاء الله. طبعا عدو الإسرائيلي يعني من العادل الأمور اللي هي دايدا عنده يعني يغتال ويعتقل ويسجن أدباء وكتاب فلسطينيين، ومثل ما قلنا أنه جديد هذه الممارسات اعتقال الدكتور محمود الفطافطة. حضرتكم بالاتحاد أصدرتوا بيان استنكار. بداية شو اللي بيخلي العدو ينزعج من أفكار ومواقف ونتاجات قلم الدكتور محمود الفطافطة حتى قرر أنه يعتقله؟ وبغطي بسادة الشهداء والشهداء الأحياء الأسرى ولشعبنا العظيم وللقدس العاصمة ولأهلنا في الوجاج والشتات والمنافي، وهم على قيد العودة والعودة الكاملة على كامل التراب إلى هذه فلسطين كاملة غير منقوصة. أما بالنسبة للصديق العزيز دكتور محمود الفطافة، فقد كنا قبل أول من أمس في احتفالية مرور 100 عام على تأسيس نقابة التحصين الفلسطيني، وكان حاضرا وتعانقنا وتحدثنا وضحكنا وغضبنا في كثير من التفاصيل، وكان حاضرا كأخ وصديق عضو في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطيني وعضو نقابة الصحفيين ولفو حراك الثقافي والإبداعي. لأني وبعد مغادرته إلى بلده الخليل اعتقل على إحدى الحوادث، وكما تعلمون الضفة الغربية في حرب مفتوحة واستباحة لهذا الاحتلال وجراده الآدمي من المستوطنين في موازاة مع غزة الشهيد الشاهد المقاوم التي تنازل هذا النسب الاحتلالي، لأن فلسطين على سطر النار والمواجهة بما يليق بدمها المجيد وبطولاتها العالية. أما لماذا يعتقل المثقفون فنحن في حرب مفتوحة أيضا، بل تطال كل المجالات منذ ما يزيد على 120 عاما منذ نوح إبراهيم الذي استشهد بندقيته في كتفه، وكان في مجالس قيادة الثورة الكبرى عند الشهيد عز الدين القسام، وكان ناطقا باسم الثورة وأغانيه ما زالت فضاحة بعد مرور قرن من الزمان ويزيد، حتى عبورا بشهيد الشجرة إلى قائمة جولدا واتحاد الكتاب الصحفيين عام 72 في بيروت، ووضع قائمة الاغتيال من كمال ناصر مشرف اتحادنا إلى حنا مقبل الذي وشم
اتحادنا بالدم نكتب لفلسطين، فصار شرارة وشار حتى اللحظة وعادر للزمن بسيال الدم الفلسطيني في مواجهة المقولة نقود الاحتلالية إلى مجد أبو شرار وخبزه المر، إلى غسان كنساني وساعة غسان التي ما زالت تدق بعد أن وجدت على أحدى البنايات، إنه الزمن الفدائي الفلسطيني والثورة المستمرة حتى التحرير الكامل والناس. نقول كل ذلك لنؤكد أن الاستهداف للمثقفين والكتاب لأنهم لا يريدون شواهد على تاريخ وتأريخ هذه البلاد العزيزة الغالية، أقرب نقطة بين السماء والأرض، التي هي نقطة كونية سرة العرب وغرة الكون، وهي سريرة والسر بما تحمله من طاقة عناد ومواجهة، ولا ترفع راية بيضاء رغم كل التخلي العربي والعالمي. تواجه وحيدة كما تواجه غزة كل هذه الطاقة المرعبة من السباحة والاستراتيجية الحاسبة للحرب والإبادة الجماعية المفتوحة على الشاشات 100%. ذخيرة حية بهذا الإطار. باللي ذكره أستاذ محمود الفطافطة بكتابه عن شيرين أبو عاقلي، بيقول المحتل نجح في قتلها لكنه خسر الكثير جراء هذه الحماقة، فمثلما أشعلت حياتها وهجة قضاياها بعد مماتها أوقدت نار العدالة. ما السر الذي يكمن بتقديرك أنه اغتيال المفكر والصحفي والكاتب وغيره أو اعتقالهم حتى بيخلي شخصياتهم تبرز أكثر، لا بل يمكن تكون أكثر حضورا بعد هذه التجارب؟ سيدتي مثل ما قلت، المثقف هو خدين الكلمة البندقية، وهو الذي يكاتف بكل اقتدار الفداء الفلسطيني، ونحن قاتلنا بالكلمة والبندقية الطوبة لمن عاشهما معا. وما زلنا على قيد النصر والمواجهة مع النقيض الاحتلالي، مواجهة روايته التي عمل على استصدارها واستزراعها تزييفا وطبركة منذ الانتداب البريطاني وتسليم صندوق اكتشاف فلسطين إلى هذا الاحتلال الذي بدأ في ترويج الفكرة المزيفة عن فكرة فلسطين الجليلة والنبيلة. هنا التحدي، المعركة على فكرة فلسطين وتزييف الوعي وكي الوعي الفلسطيني الجمعي عبورا نحو كي الوعي العربي عبر الربيع العبري وما تلاه أيضا من ربيع لاتيني. الاستهداف واحد، المعلم واحد، والمواجهة واحدة، والنخب المضادة بالمناسبة واحدة في فلسطين. نحن هنا لا ندافع عن حرية فلسطين، ندافع عن حرية العالم كامل. مع كل من يقول لا لهذا السياق الأمريكي والمظلة ولإعادة المركزانية للدول الاستعمارية التي تعيد إنتاج كل اشتراطاتها ومشارطها على فلسطين والمنطقة عبر سيف بيكو الجديد وتقسيم المقسم وتجزئ المجزأ. المثقف عليه المسؤولية الكبرى هنا في هذا الاتجاه في فلسطين. نحن وهون أطلقت نداء أستاذ مراد، أنه طلبت في المجتمع الدولي، الجهات المعنية بحقوق الإنسان والفكر، أنه يتدخلوا، وكمان طلبت الكتاب العرب والإنسانيين بضرورة استعادة دورهم الطليعي وتبني القضية الفلسطينية وعدم الصمت بوجه ما يقوم به العدو. اليوم أدهدت تحركات مطلوبة من المثقفين من المفكرين اللي هن معرضين مثل ما عم بنشوف، وأحيانا حتى قد يغتالوا ولو كان خارج فلسطين أحيانا. يعني لا في حقيقة أنه في ظل هذا الذبح لفلسطين ولغزة والإبادة، في ظل هذا الصمود الأسطوري في غزة والضفة الغربية، ومواجهة شعبنا العظيم بكل فئاته موحدا في ساحة المعركة لمواجهة هذا النقيض الاحتلالي، و في مقدمته المقولة الثقافية والصحفية لنقل الحقيقة إلى العالم، هذه معركتنا واشتغالنا كمثقفين وكصحفيين. نقول أنه للأسف في ظل أن بعض السياسيين العرب والمركزانية السياسية الأمريكية والأوروبية تحاول شطب القضية الفلسطينية في أشد اللحظات حلكة، إلا أننا ممسكون بخيط الأمل في هذه العدسات والويلات والأهوال، ونريد أن يصل هذا الصوت إلى الضمائر الحية من الكتاب الذين جزء منهم يتماهى مع السياسيين، يبكي على فلسطين أو يتباكى على فلسطين وأقلامهم تذبح هذه الفلسطين بطريقة أو أخرى. لذلك تعول على أمريكا اللاتينية، على جنوب أفريقيا. نحن زرناهم والآن بصدد تشكيل جبهة العالمية الثقافية لنصر فلسطين لكي يكون هذا العالم يصوب قلبه
نحو فلسطين ونحو قضيتها ونحو حريتها وعدالتها، وهذا اشتغال المثقف الحقيقي في مواجهة النقابة. يعطيكم ألف عافية. وهذا يعني جهاد، ساحة جهادية كتير مهمة اليوم، تعادل تكاد تعادل ساحة يمكن الميدان العسكري. بدنا نشكر حضرتك أستاذ مراد السوداني. في لبنان المحنى بشهداء فلسطين والأمة، وأشكر هذا الصوت الذي يخيم على فلسطين وينده على عودتها الكاملة إن شاء الله، لأن هذا أقل الواجب ما يفتحه الجنوب. ونحن في فلسطين، هذا الجنوب الذي يتعانق مع جنوب لبنان وكل جنوب وعي ومقاومة. شكرا أستاذ مراد السوداني، ونتمنى أنه أستاذ محمود فطفت إن شاء الله قريبا يكون خارج الاعتقال ويأخذ حقه بالحرية، ولكل المعتقلين والأسرى أكيد، ولكل المعتقلين. شكرا أستاذ مراد. رح ننتقل الله مباشرة للتقرير التالي، وهو آخر تقريرنا قبل ما نتابع مع ضيفنا أستاذ أيهم. رح نحكي عن فقرة وسيبقى اسمها اليوم، نتعرف على بلد الشيخ، وبلمحة سريعة طبعا نستمع للتقرير بصوت الزميلة يمنى المقداد، ونرجع من مع ضيفنا بالاستديو. وسيبقى اسمها بلد الشيخ، قرية النضال والفدائيين. تقع جنوب شرق مدينة حيفا، وتصنف بثاني أكبر قراها. عرفت سابقا باسم مغري حواس، وبلد الشيخ سهل نسبة للشيخ السهلي الصوفي. اعتمد سكانها على الزراعة وتربية الماشية، وتشتهر بأصناف عدة من الأشجار، أبرزها السنديان والبلوط والزيتون والتين واللوز والرمان. عام 1948 هاجمت العصابات الصهيونية القرية وارتكبت المجازر، وهدمت وهجرت السكان بعد صمود ومقاومة، وذلك ضمن أجواء الرد على عملية الإرجون الشهيرة والمجزرة بحق العمال الفلسطينيين والرد العمالي الفلسطيني آنذاك. موقعها في سفح جبل الكرمل جعلها ملجأً للثوار، وقد دفن فيها المناضل الشيخ عز الدين القسام، ومن بين عائلاتها السهلي، النونو والقصيني. أستاذ أيهم السهلي، حضرتك من بلد الشيخ، شو بتحمل من ذكريات أو ما سمعته أكيد يعني عن هذه البلدة، وهل طابع يمكن البلدة أخذت شيء بشخصيتك منه عادة يمكن بيترك تميز للشخصية اللي هي وبينتمي لها فيها يعني؟ وبس لترجع شو أول شيء رح تعمل؟ رح أعطيك السؤال كله تفضل. أول شيء هي قرية قريبة من البحر، ما كتير بعيدة. فأنا بسأل حالي كتير سؤال، يعني أنا تربيت بعاصمة ما في بحر، فلقيت دايما عندي ميل أني أروح أعيش جنب مدينة ساحلية. فعملت هذا الشيء بعدين بالحياة، وبظن السبب هو أنه رغبتي أكون بقريتي. أول ما بدي أرجع، أنا كاتب شيء كذا شيء عن ستي، فكذا محل كاتب بروصل لنفس النقطة، أنه في شجرة رح أفترض أنه هاي ستي بيوم الأيام زرعتها، فرح أروح لعندها تقعد بفيا. لا، هذا ورا ستي فيا. يعني فرضية خيالية، بس أنه بستمتع فيها. يعني بتخليني أتأكد أنه هاي الأرض محمية بستي، اللي هي قد تكون هاي الشجرة أو هي تحتها أو هي زرعتها. وهي ياما المرأة الفلسطينية كمان لقبت بزيتونة فلسطين يعني. فهذا بعدها كمان يمكن ما صح لنا نحكي عن شخصية المرأة الفلسطينية اللي هي متميزة، بدك تسمح لي فيها أستاذ هاي. لا أكيد أكيد. المرأة اللي هي صبرت وربت المجاهدين والمقاومين، وكانت بالأسر وكانت بساحة الجهاد، وكانت أم شهيد وأم أسير وغيرها، بتستاهل أكيد إن شاء الله نمرق لها حلقة خاصة، لأنه شيء أيضا كمان فوق العادي. بمقولة لك كمان بتقول فيها، رح نختم فيها بأرشيف فلسطين حرة، ولعل شعبنا الفلسطيني الذي يتمسك بأرضه بالفعل والعمل وليس بالشعارات والخطابات والرسائل الفارغة، هو وحده المنوط به تحرير أرضه، هو وحده المحور لهذه الأمة التي وإن حددت بوصلتها بالكلام لأنها على الدوام عينها على مكان آخر، إلا أن فلسطين تعيد الجميع إلى المكان الصحيح إليها. كلمة ختمية لفلسطين حرة أستاذ أيهم السهلي.
يعني فلسطين ومقاومتها والمقاومات اللي بتكون معها هي اللي بتعيد البوصلة للمكان الصح. وبالختام بدون شك لازم أقول أنه هاي القضية ستحل في يقين. أي طبعا لأن ما في مجال يعني يستمر الوضع هيك بلا. يعني طالما بهذا الشعب في أسرة بعد عم يكتبوا داخل السجون ويتعلموا في مخيمات ما توقفت عن إيمانها بالعودة، وفي شعبنا وأهلنا بقطاع غزة واقفين بوجه هاي الهجمة الكبيرة بلا. شعبنا ب 48 بيكتب عربي أحسن من أحسن حدا، وهو معرض للعبرة يعني بكل تفصيل بحياته بلا. وأهلنا بالضفة، وأنا برأيي هون مهم ننتبه، العيون لازم تضل على الضفة لأنه الهجمة على الضفة أكتر. 100%. شكرا أستاذ أيهم السهلي الباحث والصحفي، أهلا وسهلا فيك معنا، شاركتنا هذه الحلقة. شكرا لكل ضيوفنا أيضا اللي كانوا معنا، وأختم مع تحيات الفريق العامل معنا بهالحلقة، عنا أحمد الشيخ بالتنفيذ الإذاعي ووائل بشير بالتنفيذ التلفزيوني، تحيات المعدة الزميلة زينب برجاء، وأختم بتحياتي لكم رفقتكم في التقديم والحوار سوزان شعيط. وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل، وتبقى فلسطين حرة.